يعني هم ناس نصابوا عايزين ينصبوا عليه. اللي انا عايزه حضرتك تجهز لي بالدفوع القانونيه والثغرات والشروط الجزائيه الحاجات دي كلها، وما ترفعش اي دعوه غير لما اقول لحضرتك ان انا عجزت. اشكرك يا حبيبي. عايزه طب استنى الحاجه محمد عايزه. ايوه يا وحيد بيه، بقول لك ايه، الحاج فتحي ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. ها الموضوع ده تمامه عند الحاج احمد او عندي. يا سيدي احنا متفقين مع الحاج فتحي على كده، ارجوك اعمل اللي بنقول لك عليه وبس. الله يبارك لك يا سيدي. لو سمحت يا ريت نخلص اجراءات توقيع الشيكات مجتمعين من فضلك. بارك الله فيك، مع السلامه. تمام قوي كده، ما بقاش قدامنا غير اننا قبل ما الراجل اللي اسمه وحيد ثعلب ده يعمل اي اجراء قانوني نكلم الدكتور سعيد السعيد. نكلمه نقول له ايه يعني يا دكتور؟ ما هي بنت لبيتها اهي. اذا كانوا مش عارفين يقفلوا العقد القديم يبقى يقفلوا العقد الجديد اللي هو اصلا قد القديم 8 مرات. بقى حماده افهم، خليك عاقل كده وحليم. احنا نبتدي بالحسنى. الحسنى ما جابتش نتيجه للاسف، ندخل بالسيئه والعياذ بالله. السيئه ما جابتش نتيجه ساعتها، ندخل في القانون. متقلقش يا حماده. ايوه يا سيدي، اعمل لهم اللي هم عايزينه. واحد بيه اعمل لهم اللي هم عاوزينه ازاي يا حاج؟ اي اجراء قانوني هتتخذه دلوقتي ده معناه ان انت بتعادي حافظ بيه سعيد وزير التنميه الاداريه مباشره. يا وحيد بيفهمني، انا مش سعادي ماليش صله بيهم خالص. انا اتفقت مع ابويا ومع احمد ومع محمد على كده، انا بره وهم يتصرفوا. لو باظت هتبوظ على الكل، ولو ظبطت هتظبط على الكل برضه. والله يا حاج اللي تشوفه انا ما عنديش اي مشكله، بس في موضوع تاني ما اقدرش انفذ لهم فيه اللي هم عاوزينه. موضوع ايه خير؟ حق التوقيع مجتمعي. وما ينفعش ليه بس يا متر؟ لأن حق التوقيع المنفرد اللي ليك باعتبارك رئيس مجلس إدارة الشركة ده بيديلك نوع من المرونة والاستقلالية في اتخاذ القرارات السريعة اللي من شأنها لو اتعطلت تضر بمصلحة الشركة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، في خلط في المعاملات المادية والحسابات بينك وبين مدام بدرية. يعني لو حضرتك مضيت مجتمع مع أي حد كان سواء من إخواتك أو أبوك، ده بيديهم الحق إن هم يتصرفوا فيما تملك وما لا يملكون، ودي في حد ذاتها مغالطة قانونية وخلط للأمور المشروعة اللي تخص زوجتك وتخصك وتخص أولادك فيما بعد. حاج اسمح لي إن أنا أنبهك لأي ثغرة ممكن تقع فيها بأي تصرف ناتج عن وازع أخوي أو اعتبار أسري مهما كانت أهميته بالنسبة لك. أنت جاي تترافع هنا يا أستاذ؟ أنا دماغي مش ناقصة، أنت عايز تقول إيه يعني؟ عايز نرجع في كلامي؟ أطلع عيل قصاد أبويا قصاد إخواتي؟ والله يا حاج الموضوع ده يخصك أنت، أنا اللي عليا قلته، اللهم بلغت اللهم فشل. طب شوف لنا اي حل، شوف لنا اي حاجه في القانون كده يعني هتمحك فيها عشان بدل ما اطلع صغير قصاده. مع الاسف يا حاج مفيش سبب قانوني، لان دي حاجه خاضعه لارادتك انت الشخصيه. بس في حاجه ممكن نعملها، احنا هنسوف ونماطل على قد ما نقدر بحجه تباطؤ المخاطبات والاجراءات البنكيه واهميه الانتظار لانتهاء السنه الماليه عشان يتم التوقيع مجتمعين مع الميزانيه الجديده. وحلني بقى عبد ما السنه الماليه تخلص، يكون ربنا فرجها من عنده. ايوه كده يا وحيد، صحصح معايا يا اللي مفيش حاجه في القانون ملهاش مخرج عندي. الا حاجتين اتنين يا حاج، الاعتراف والدليل الدامغ، دول اللي انا بقف قدامهم متكتف ما اقدرش اعمل اي حاجه، واحيانا برضه ربنا بيسهلها. تتكتف ايه بس يا راجل؟ ده انت حبال القانون كلها ما تعرفش تكتفك، امال انت اسمك وحيد ثعلب من شويه؟ وانا شعرفت، ما يمكن يكون في حاجه حصلت بعد كده انا ما اعرفهاش. انا قلت لك على اللي سمعته بوداني في الدقيقه اللي انا كنت موجوده فيها، وبعد كده في يجي مليون دقيقه انا ما اعرفش عنها حاجه. وبعدين انت ليه بتكلميني كده زي ما تكوني بتحققي معايا او عايزه توقعيني بالكلام؟ انا ما بكدبش يا بدريه. ما انا عارفه انك مش كداب. طب ولما انت عارفه امال ليه بتلفي وتدور؟ عشان افهم واتاكد. هو مش جايز احمد جوزك يكون عمل الحكايه دي قدامك بالعيني عشان توصليها لي؟ او ما انا الدب الدبه اللي دبتها دي؟ الله اعلم. والله يا اختي انا ما دخلتش جوه دماغه عشان اعرف فيها ايه. وبعدين هو عارف كويس قوي ان مراته مش نقالت كلام، يعني ما اظنش ان فكره زي دي ممكن تيجي في دماغه. ده بيتهيأ لك يا حبيبتي عشان انت عبيطه وما بتعرفيش ابدا تقفشي اللي قدامك بيفكر ازاي. بصراحه انا ما بحبش اظن حاجه في حد ممكن ما تبقاش موجود، ان بعض الظن اسم. بعض الظن يا حبيبتي مش كله، عشان ساعات تظني وظنك يبقى في محله، وانا متاكده ان جوزك هو اللي لعب اللعبه دي. بس انا مش هسكت، مش بدرية اللي قعدوها في البيت وتسكت. هتعملي ايه يعني؟ هتروحي لهم الشركه بالعافيه؟ جوزك وحالف عليكي ما تروحيها تاني، واخواته مش عايزينك، هتدخليها ازاي بقى؟ مش هقولك ازاي الا بعد ما ادخلها تاني. المزاج، المزاج يا حاج، هنستورد المزاج والفشخره. الله.
الله 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 الله، ايه هنتاجر في المخدرات يا حاج؟ لا انت فاكر ان المزاج هو المخدرات وبس؟ امال ايه؟ المزاج قهوه، كافيار، استاكوزا، بكالار. بكا ايه؟ بكالار ده سمك بتاع الناس اللي بتحب تدلع نفسها قوي. ده غير بقى ان احنا هنستورد تونه، سردين. انت عارف ان قطاع الاطعمه في اليونان بيحقق 25% من الدخل القومي. ايوه ماشي، بس البضاعه دي هنلاقي لها سوق هنا؟ هتشتغل زي النار. وهنستورد برضو معاها كده شويه جبن ومرق الدجاج. مرق الدجاج؟ دي مكعبات كده بتتحط في الشوربه بتدي طعم الفراخ حتى لو ما فيهاش فراخ اساسا. ماشي خلاص، امشي في كل الاجراءات اللي انت عايزها، شفتنا اقرب معدة السفر ونسافر نخلص. لا ما ينفعش دلوقتي، لازم نستنى شويه كده لغايه ما اعمل لي شويه مراسلات مع الشركات الكبرى وبعد كده. طيب اعمل حسابك على حاجه بقى، انت هتشتغل، انا هروح ادور على ابني. مش بس هتشتغل، ده انا عايز ملف قد كده احطه في عين اي حد يقول ان انا كنت رايح ادور على وهم. هو اللي يدور على ضمان مؤاخذه يبقى بيدور على وهم؟ استغفر الله العظيم، لا اكيد اللي دخل في دماغك الحاجات دي هو الحاج فتحي. وللاسف انا عذره مش عارف اتكلم معاه في حاجه، بس زي ما انا بدور على حالي ومالي كمان عايز اعرف اي حاجه عن الواد ده. استغفر الله العظيم. طب انت عارف هو فين في اليونان يا احمد؟ كل اللي اعرفه ان هم في اتينا، غير كده ما اعرفش حاجه. وهي اتينا دي حاره ولا زقاق؟ دي ارض واسعه. وبعدين انت وحظك بقى، يا ما تلاقيهوش يا ما تلاقيهوش. فعل الله ولا فعلك يا امجد. طب يلا يلا انزل بقى عشان زمانهم حضروا العشاء، بس اوعى تقع وانت بتنط. انت مين قالك اني هنط؟ انا الاول هتسند عليك وامن نفسي تمام، وبعدين اقوم كده زي الجن. يلا بينا ناكل ونخش على المرشيدس. يا وحشني. ودول بيتكلموا عربي يا امجد؟ مكسر. انا عندي واحده زيهم في البيت بس مش طايقها يا اخي. ليه؟ دول لهاليب وبيعملوا اي حاجه وكل حاجه ونضاف جدا. وبعدين ما تلاقيش واحده منهم راميه معاك ودن، وحتى لو راميه معاك ودن مش هتفهم اياته حاجه. وبعدين بقى ما تلاقيش مشارك مع المكواجي، ولا هربانه مع السواق، ولا سرقت غوايش المدام والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ايوه دي بقى مسلمين ولا مسيحيين؟ تصدق ما سالتش. هي اللي عندك مسيحيه ولا مسلمه؟ لا مش مسلمه، بس ما اعرفش ديانتها ايه بالظبط. انا كنت هتعمل بديانتها ايه؟ المهم تكون بتشوف شغلها مظبوط ولا لا. طيب واحنا بقى مش هنشوف شغلنا يا عم جودة؟ يلا يا باشا. اللي انا هكلمك عليه ده مجرد فكره في دماغي، وما اعرفش اذا كان لك فيها ولا لا. لو ماليش فيها ما تقولهاش، وبعدين ما يبقاش ليها فيها. ما انت عارف القرار مش ليا لوحدي. طب قوله بعد كده نبقى نشوف. بص يا سيدي، انا عايز اعمل هيئه نقل عام بس تبقى خصوصي. طب منين عام ومنين خصوصي؟ انا هقول لك يا سيدي، نقل عام لانها بتنقل الناس بشكل عام، وخصوصي لان ملكيتها خاصه بي انا. طب ودي تيجي ازاي دي يا احمد؟ تيجي من المانيا يا حبيبي. مش انا قبل الاكل قلت لك يلا نروح مرشيدس؟ هي دي مرشيدس. كل يا حقيقه. يا نهار ازرق ازرق على دماغك يا اخي، ايه البوز الاخص ده بقى؟ انا برضو بوز اخص يا حاج فتحي. لا يا سيدي لا يا سيدي، بوز اخص ايه بس؟ انت برضو يعني خضيت الحاج، زرقت اليوم كده. بعدين انت ايه اللي خضك يا حبش؟ شفتنا يعني خدنا بعضنا ونزلنا على المانيا اشترينا ال2000 اتوبيس مرسيدس وجينا؟